لنا تقريبا قرابه اكثر من 300 الف مصري موجودين في الشقيقه الكويت. هي رقم كبير ورقم اكبر من كده بالمناسبه. انا في كلام 320 الف 350 الف مصري مغترب في الكويت، لما في الان ازمه كبيره الان بتمس المغتربين في الخارج، خاصه بوقف تاشيرات يعني العماله المصريه في الكويت. هذا القرار حضراتكم الجديد اللي قضى بوقف تاشيرات المصريين، قالوا ان من اهم اسبابه ان في شكاوى تلقتها الهيئه من اصحاب العمل، اللي هم اصحاب العمل قالوا ان في بعض الجهات المصريه المعنيه بتجبرهم على دفع تامين على كل عامل لمصلحه شركه تامين غير كويتيه. شوف بس مين اللي عايز، هرجع تاني واقول 320 الف اللي هم في الكويت المغتربين شغالين شقيانين تعبانين وبياخدوا النهارده فلوسهم بيحولوها لمصر بالدولارات، بتعمل رواج لاقتصاد مصر ومعيشه الاسر بتاعتهم. يعني لو قلنا كل اسره خمس افراد في كام اهو 300 الف، انت عملت يا عم اهو حوالي اكتر من 1.5 مليون او اكتر. طيب سؤال، ايه بقى اللف والدوران؟ ليه تفسد على الناس هناك وجودهم بان في شركات تدخل تتحايل الموضوع المصريه وتفرض فرض تامين على العامل اللي شغال في الكويت وتبتزه وتاخد منه فلوس؟ ايوه دي النسبه، معلش المصريين. طب هي اعلى نسبه في، صح؟ يعني مصر اعلى نسبه مغتربين في الكويت، يعني اعلى نسبه مغتربين في الكويت هو الجنسيه المصريه، تليها الهنود على طول زي ما انتم شايفين 23%. شوف ساعتك النهارده ده نسبه العماله وفقا لسوق العمل الكويتي. يعني انت عندك حتى العماله المصريه اكتر من العماله الكويتيه نفسها، انت متخيل؟ ده العماله المصريه اكتر من العماله الكويتيه. فالنهارده فجاه يفاجئوا بان يتم، طبعا دي حضراتكم تقدير هو اخر اهو للاحصاء عن عدد الكويتيين وغير الكويتيين الموجودين. طبعا انا بس بتكلم على العماله المصريه، هي مين اول عماله المصريه؟ الكويت بتستخدم عماله، والعماله المصريه رقم واحد هناك في الكويت. يبقى انت ساعتك النهارده سيب ولادنا شغالين، ما تدخلش انت بشركات نصب واحتيال واتاوه تاخد من العامل المصري هناك تفرض عليه رسوم وتامينات غير قانونيه، ثم تجد هناك الحكومه التركيه تقول لك لا. طب انا ليه؟ ده ما ينفعش. ما ينفعش لان ده انت بتجبر عامل مصري على دفع تامين عندك انت، خلاص؟ لمصلحه شركه تامين غير كويتيه. بتامن على العامل المصري راح الكويت، يديك انت فلوس كشركه مصريه، هو شغال في الكويت. ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت ده؟ دي واحده من الاشياء. هذا يعني انا هقول ايه بس، يعني هذا العمل بيعرض 350 الف مصري مغترب في الكويت انهم احرام لارزاقهم. وادي النهارده هو اشقنا في الكويت خدوا قرار النهارده بوقف تاشيرات الكويت خلاص للعماله المصريه، ان لو حد النهارده كان حتى في اجازه ولا حاجه مش هيقدر يرجع تاني، لغوا تاشيرته. ليه تفرض الرسوم على عامل شغال بره مغترب وشركه تامين مصريه تاخد منه النهارده بالاتاوه اجبار؟ تامن عليه ليه؟ بتعمل له ايه؟ انت بتامن عليه في مصر ليه؟ وشركه تامين مصريه ليه؟ وبتجبره ليه عشان يسافر الكويت وياخد تاشيره او فيزا لازم تامن عليه؟ الكويت لقت ان هذا الامر فيه اجحاف، وبالتالي اوقفت النهارده التاشيرات المصريه، وقالك الاولويه النهارده لاصدار تصريح للشات العليا وتخصصاته المطلوبه لسوق العمل الكويتي. وبالتالي احنا النهارده عرضنا كل المصريين الموجودين في الكويت لهذا الخطر، علشان برضه طمع، علشان طمعانين تاخدوا من الناس الغلابه اللي بره، تاخدوا منهم يعني علاقهم وشقاهم في مصر، زي رسوم مش عارف المغادره دي اللي انت عملتها، زي الراجل اللي راح جاي له تاشيره مجانيه من المملكه العربيه السعوديه لعمره او حج، فتحط انت عليه برضه 5000 دولار تدي له النهارده التاشيره بتاعت العمره او الحج بفلوس. ليه كارهين المصريين؟ اهلنا في الخليج
سعودية، إمارات، قطر، كويت، بحرين، سلطنة عمان، بيقدموا للعمالة المصرية بيقدموها لغيرها. ليه تفسدوا انتوا على العمالة المصرية بالخارج عشان بسبب هذه الأمور والإتاوات والجبروت اللي بتاخده من العامل من غصب عنه تفسد ليه أصلا غربته؟ أدي واحد من القرارات للأسف اللي ربنا يستر حقيقة على باقي إخواتنا الموجودين في دول الخليج، لأن لو هذا الموضوع تعمل بالمثل في السعودية عندك 1.5 مليون مصري هتعمل فيهم إيه؟ عد بقى بعد كده على إخواننا برضو الموجودين دلوقتي كلهم في الخليج. طيب أنا معلش بس أنت جيت عند نقطة مهمة جدا ومتعلقة باللي إحنا كنا عمالين واجعين حناجرنا فيه من أول ما دخلنا الشارع المصري وعديتها كده مرور الكرام. شراوي قال لك يا باشا لا عايزين لا تجارة ولا حقوق ولا الكلام ده كله. أنت عارف العامل عشان يروح يجيب تأشيرة، تأشيرة الكويت، الكويت بتشترط إيه أصلا؟ أنت قلت مؤهل عالي. يعني لازم معاه تجارة أو حقوق أو أي حاجة، شهادة عليا يعني. صح ولا ايه؟ لا الكلام ده كان قديم قبل النهارده. لا هم اكتشفوا بس يا بيه ان هم في الاخر محتاجين عماله مهنيه وهم نفسهم طالبين، وانت بتروح تاخد التاشيره انك تكون معاك مؤهل عالي. الا لو انا بعت لك عقد بقى ان انت جاي تشتغل عندي. طب عودا يا احمد، عودا للسبب الرئيسي هنا، الحقيقه الهيئه في السعوديه، عفوا في الكويت اللي خدت هذا الموضوع سببت الغاء التاشيرات او ايقافها بسبب ان في شركات تامين مصريه بتجبر العمال على تامين اجبارا. ايوه وهي دي كلها شركات غير كويتيه. طب التامن اللي عندك ليه؟ ما نعمل اللي عندك. احنا قلنا واتكلمنا في القصه دي زي موضوع تاشيرات الحج، السعوديه بتديك تاشيرات حج وانت عمال تتاجر بيها برضه. طيب ما انت بتفسد على الناس اللي بره ليه؟ ايوه يعني القصه اصلا كلها بايظه في بعضها. عشان كده بقى يا جماعه لما نيجي نقول ايه؟ لما نيجي نقول هي الناس ليه بتهاجر وتسيب البلد؟ هي الناس ليه بتدور على شغل بره؟ هو ليه الناس بتروح ترمي نفسها في مراكب هجره غير شرعيه وتعمل وتسوي وبتاع؟ مع ان احنا مش موافقين على ده، بس انت مش موافق عليه وفي نفس الوقت اللي بيعمل كده مضطر. ده في ناس بتبعت ضناها اللي عنده 13 و14 سنه يعني لسه معهوش بطاقه اصلا، وتركبوا المركب ويجمعوا له فلوس عشان يقدروا يبعتوه على ليبيا يتخزن هناك، وبعدين من ليبيا يطلع بقى على ايطاليا ولا هولندا ولا اي حته. الناس دي ما لقتش شغل في البلد، الناس دي مش عارفة تعيش ولا عارفة تاكل ولا تشرب.